ممكن نوجه التحيه للاعيبه النادي الاهلي على هذا الاداء الرائع، وجهاز فني عندنا الحقيقه على اعلى مستوى، فوزهم نقدر نسقف لهم، نقدر نقول لهم الف مبروك بفوزكم على نادي سيمبا في هذه الظروف الصعبه، تحكيم سيء، 60-70 ألف متفرج. ولكن لسه بدري، المباراة الأولى انتهت، ولكن المباراة الثانية ستبدأ يوم الجمعة الساعة 9 بالليل ولا 10 بالليل. فجماعة اوعوا حد يفتكر ان احنا صعدنا. وتقدر تقلق من التحكيم برضو الماتش اللي جاي يا كابتن. برافو عليك. يعني عادي انا جداً. ما عنديش مبرر ان انا اطمن للتحكيم، اذا كان انت الماتش اللي هناك معين حكم ما حسبش اي حاجه للنادي الاهلي. انا ما افتكرش ان في صفاره واحده للنادي الاهلي يا جماعه، يعني ولا صفاره في صالح النادي الاهلي تقريبا، نادرا ما تلاقيه صفر في صالح النادي الاهلي. وفي حاجه كمان يا كابتن، تعرف ده قبل بس ما تكمل الحاجه كمان، ده فكرني بايام ما كنا احنا بنلعب في افريقيا، أي يعني الجيل بتاعنا او قبل الفار بقى وقبل الكلام ده كله. قبل الكلام ده كان فرقه تاخدك بقى، وما فيش ولا بث تلفزيوني ولا بتاع. فرقه تاخدك. لا انا مش بتكلم برضو على الادوار اللي يعني مثلا كنت في دور ال 32، الماتش اللي بتلعبه بره ارضك ولا كنت بتذيعه ولا بتاع ولا اي حاجه تقريبا يعني، وكان ممكن ملعب ترتان على كل اللي حكم انت عايزه تقوله قوله. كانت الفرقه ممكن تاخدك في ولا حد حاسس ولا حد شايف حاجه. فاكر ده فكرني بايام اوائل الالفينات ونص التسعينات. والله العظيم يا جماعه احنا عدينا هذه المرحله. القاره الافريقيه هي قاره كبيره، الاهلي هو كبيرها، النادي الاهلي هو كبير هذه القاره قولا وفعلا وارقاما وكل شيء. عبد المدير الفني لنادي سيمبا عبد الحق بن شيخه راجل كويس، وقعد يتكلم وقال لك انا هكسب الاهلي. حقه على فكره، انا ما كنتش زعلان وما كنتش متضايق من هذا الكلام، هو حقه. ولكن هو بالمناسبه هو شال الضغط من على لعيبه النادي الاهلي، حطه على لعيبته. فانا بالنسبه لي قول زي ما انت عايز. ودلوقتي طالعين برضو انا قريت بعض التصريحات وانا جاي بيتكلموا بيقولوا ان احنا هنكسب النادي الاهلي، ماشي ما عنديش مشكله، ما هو ده حقك بالمناسبه ان انت عايز تيجي تكسب النادي الاهلي في القاهره، ما حدش قال لك لا. بس انت كده بتشيل كل الضغط من على النادي الاهلي وبتحطه على فريقك. انت حر طبعا وكل واحد يفكر كيفما يشاء مع فريقه، وان شاء الله ان شاء الله سنجد 11 راجل في ملعب المباراه يوم الجمعه القادم. مباراه هتكون صعبه جدا جدا جدا، محدش يفتكر ان هي مباراه سهله وان احنا صعدنا للدور اللي بعد كده. انا بس عندي تعليق بسيط جدا، شفت يا كابتن لما بنلعب بعد الفطار ولما بنلعب في اجواء كوره وملعب حلو وملعب سيمبا بصراحه ملعب كويس قوي، يعني انا الملعب ده لعبنا عليه ماتشين اهوت في السنه دي، ملعب كويس وتلعب بالليل، وهم ما استغلوش فكره الصيام دي، بس دي تعليمات من الكاف برضو بالمناسبه يعني. لكن عشان عندهم ناس بتسوق. والله ايوه عندهم تقريبا اللي انا عرفته 5 أو 6 لعيبه من الفرق صح، وهم فيهم كتير كمان اجانب. المفروض المره دي في 18 لعيب محترف معاهم، منهم لعيبه من شمال افريقيا عادي، توانسه ومغاربه بالظبط. فبالتالي احنا كان عندنا فرصه ان انت تبقى بتلعب فعلا فرقه قصاد فرقه بقى، من غير الحر من غير الصيام من غير الكلام ده كله. لا احنا شكل فرقه النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه، انت بتجيب جول في اول 4 دقائق، انت بتلعب بالتشكيل بتاعك وانت مش قلقان على فرقتك بقى من الحراره من الرطوبه من الكلام ده كله. فشفت الاداء كان مختلف طبعا يا كابتن. الاداء كان مختلف وعندنا لعيبه، ده هنتكلم فيه اكتر فنيا مع كابتن رضا شحاته اللي هيفهمنا من وجهه نظره كيف استطاع النادي الاهلي وكيف استطاع مارسيل كولر ان يفوز على النادي سيمبا في مباراه انا شايفها مباراه صعبه جدا، وشايف المباراه اللي جايه صعبه. يعني كل شويه يقول لك ايه اصله الناس تقول لك ايه اصله اسلام بيسود. يا عم والله العظيم ثلاثه اقسم بالله انا ولا بسود ولا بقول اي حاجه، انا بقول الحقيقه، انا بقول ما اراه في الملعب. احنا ياما تاهلنا في الماتش الثاني ماتش الترجي ماتش الصفاقس مثلا، غير كده انا شفت الحاجات دي كتير صح. شفنا الحاجات دي في الملعب كتير، ان انت تروح تكسب بره وبعدين لا قدر الله تيجي تلاقي ماتش هنا تكسبه او تتعادله بالعافيه. وفرقة سيمبا فرقة كويسة جدا. برافو عليك.